هي مسكينه الطوموبيله ناعسه. ايه الطوموبيله ناعسه، خلاها مرتاحه مع راسها. حمودي امشي، حمودي حمودي، هاي هاي لمس حال بابا. هاي حمودي، شكرا. وحمودي بس بابا شايف حاجه اساسا هنا يلبو ساعات. انا شايف بالسلام. كاتي السلام عليكم، توحشوك. ايه الاخبار؟ قالوا لي كل حاجه الحمد لله على سلامتكم. محمد هم اللي الحمد لله، والله الا كانوا معايا مساكين مسافرين. محمد تعاف خليتك في هرجي، لقيتك مسكين غادي ماكلش ما كياكلش مسكين، كان داير اضراب على الطعام. قالوا لك كيفاش دوزتي حاجه؟ ما شفتيش حاجه؟ لا كيفاش دوزتي شهرين؟ قاعدين دوست وما ماشي الحال في الشغل، والله في الشغل. كنت تخدم بالليل 12 ساعة ولا حاجة ولا 14 ساعة. اش كتاكل اش كتشرب مسكين انت؟ كنت سمودة اغلب الحين بجيب اكل من برا، لا بعمل اي حاجة جوا البيت. خربيقة حرق لي قاعد 12 حرقوا. كيف داير؟ ايوا الحمد لله. شكرا شكرا على الزربية اللي سبنت لي نار. شين المهم غادي نخرجوا دابا. السيارة خربانة فاحنا ناخذوها باش كذا. ايه شحال هذا راه من قبل ما نسافر. يا شهر ولا تحت البيت صافي. هذيك بغات مسكينة خاصة واحد المبلغ معين باش تقعد من اول. تظبط كلها مرة واحدة ما ينفعش. قلت تدسر الواحد يعني هكذا كتخليك من يوم الحادثة اللي عملناها الصحراوي من هذيك الحيطة شفنا دابا احنا اصلا في هذيك الكسيدة في الشطرات كنت عامل يعني. لا ما هذيك الشيء حنا صافي ما تحاسبناش معاه صراحه. قلت محمد صافي يلا بحالنا، محمد تعصب وبقى لي صافي خرجنا سالمين يلا نشوف حالنا. لينا منه حتى حاجه. الغرامه حنا ما درناش مع الغرامه. ايوا غادي نمشيو مواصلات شويه شي خرج محمود واحد شويه وي مولف دابا مولف تما كاينه امل تتخرجوا هكذا وقعا غنمشي باش نطلع على الدار ديال فلسي. راه وريني شجر والحاجات دي. شجر عارفينه. المهم كي داير لاباس عليكم؟ بخير اموركم؟ بخير. ايوا صافي تخرجوا معنا اليوم. الطوموبيله دارتها بينا الصراحه ولكن شحال ندير هادشي اللي كاين ضروري نخرجوا شويه من الدار. حمودي شوف حمودي فرحان. اي 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 شوف غزالات مرة أخرى. المهم يلا وصلنا لدار لوستي، عرفتوا ما وصلنا تغفلنا للدون بصراحة. دخت شو دخت وتقلبت صراحة. نعم أش 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 محمود تعال 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 شوف تفركيس تعال. لا ما تطفيهاش أجي هنا. خرجنا البنات مش غادي نمشيو نتغداو ان شاء الله. بين دينا غير ولد لوسي ولد لوسي ولد لوسي. المهم غادي نمشيو نتغداو دابا. ها هو محمود. حمودي عرفت الشمس والسهر ايه ولا ما عرفت البرد ولا ما عرفتش الشمس ولا ما عرفتش ولا السهر كيف مشى؟ وي عشان قبيله ما وصلت استغفرنا الله الدون بصراحه. الطوموبيله كانت نافعانا بزاف والله. عرفتوا باش نوصلوا هنايا عند دار الوسطين؟ دار الوسطين ما فاتش شي واحد ما كتبش لك قبل فيها غير ولدها كيقرا في الكليه. ومره مره كنت نجي انا كنطلع عليه نشوف ليه اموره. ايوا صافي. المهم باش وصلنا هنايا خصنا نركبوا جوج ديال المواصلات. يعني واحد الاوتوبيس كياخذك تقريبا شي ساعة ولا 45 دقيقة عاد كنركبو عاوتاني حاجة أخرى باش نوصلو هنا باش كندير ليا الزحام. إوا المهم وصلت دخت
دخس ومحمود صغر دوين الشمس كتبين تصوير دوين ياك هذا لا هذه كولا لا هاك هاك ده حمود يا ولا تعجبك شمس هذا عمودي هذه كشنه مانجو فراولة داسي ايس كريم اه عمود ايش كتاكل ايش كتاكل انشوف ايش كتاكل انا نشوف كتبوا عليك عطاوك عطاوك هذا خاوي تاكلهم اه يلا كل مام كل مام شتو دغيا كيكحال داير اكثر مني دغيا كتشد فيه الشمس تفركيس اخويا تفركيس لابس بحال بابا انت لابس بحال بابا قال لك ايه المهم البنات رجعنا قبيل عرفتي قبيله رجعنا للدار نيشان درنا واحد الحمله ديال التنظيف انا ومحمد نظفناها مزيان المهم هذاك الشيء تراب والغبره حيت ما كاينش مسكين اللي نظف ليه شوف واحد الحرقه في يدي هذه رعب غطا ديال المقله والغطا ديالها غير ما يعني ما قررتش لا غير دست من حداها باش نهز الطنجره عرفتو شو كي ولات مازال هذه راه درت ليها ميبو درت شحال من حاجه المهم كما قلت لكم قبيله رجعنا مسسنا شويه مسحنا الشطابت ومقادين الكوزينه الحمام داكشي غير هو غير بوحدو كيقرا الكليه ف مش حد قلق فانا اللي كنت يعني كل سيمانه كنجي كنلقى هاد داكشي المهم ما جيتش المهم جبدنا هادو فر المراوح باش حتى هو غادي يغسلهم محمد صافي المهم قادينا مشاو تقداو هما شويه تقداو شويه قال لك طيب شوفوا هذاك خصنا نخرجوه حتى الغدا نخرجوه برا دابا ما كاينش كيفاش يدخل المهم تقداو بغاو قال لك الكبده وشنو سميتو والصوصات كبده وصوصات غنصاوبو من هنا بواحد الطريقه مع البصله ومطيشه والفله والخيل والثومه وداكشي غنصاوبو من التليفون ديالي ان شاء الله غنشوف الا صورت لكم شي حاجه راه غادي تيجي محمد اللي شد ديال التليفون حيت ما كاينش الستاند نصور لكم المهم مشينا خرجنا محمد شويه غير تمشينا ديك التمشيه عرفت ديك التمشيه ديال الدراوش واحد الكورنيش اختي ما دخلناش لداخل والله العظيم الا احسن تمشيه تقدروا تمشاوه هنا حدا كورنيش تشريو ايس كريم تاكلوا شي حاجه خفيفه كاين الحماص كاين الفول كاين داك شنو سميتو الترمونت
ترمس ترمس ترمس. واحد البنت كانت قالت لي شاركي معنا الاعشاب ديال السكر، ان شاء الله نشاركهم معكم. وداك الترمس هذا راه حاجه من الحاجات اللي مزيانه بالسكر، كينزل السكر، راه كيتباع غير هو بحال هكا كيترقى كدوي بواحد الطريقه كينزل السكر وزوين. بالنسبه لمثلا الاكل ديال محمد، داكشي محمد راه ماشي دائما كياكل كنديروا كسكسو، ماشي دائما كنديروا الرفيسة، ماشي دائما. المهم الاكل راه كندير ليه بزاف داكشي، يعني الخبز ديال حدا واحد العرس هنا محيحين كندير ليه الخبز ديال القمح، كندير داكشي في الفران، يعني شحال من حاجه كنديرها غير ما تنشاركش معكم. كنشارك معكم غير دوك الوصفات اللي مثلا يفيدوكم داكشي، اما هادشي ديال يعني هادشي ديال مالي المرض ف يعني كنديروا غير المحمد صافي. هادشي اللي كاين البنات. المهم دابا مشاو يجيبوا شي حاجه اخرى نساوها، داو معهم محمود. غدا نشوف داكشي اللي جابو غدا نطيب ليهم. المهم هادشي اللي عطا الله شويه هكذا برا وشويه للدار وشويه تمرره ما تتساليش نهائيا. المهم البنات كان هذا هو العشاء ديالنا، دي كانت ديك الكبده الاسكندراني تجي فلفله ومطيشه والحامه والثومه كتجي زوينه، والسجق اولا سوسيط الاسكندراني حتى هو. فمره اخرى ان شاء الله نشاركهم معكم، كنت باغا نشاركهم معكم ولكن محمود دار لنا واحد الروينه ودار لنا واحد الكارثه في اللي هذا صافي ما بقيتش صورت. فان شاء الله مره اخرى نشاركهم معكم. شكرا للتعليق ديالكم، شكرا للحب ديالكم، شكرا للدعم ديالكم. ان شاء الله نشوفكم فيديو ثاني. ما تنساوش تخلي لي لايك ديالكم، تخلوا لي تعليق ديالكم زوينه وتبارطاجيو القناه. نشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني. باي باي.